الانقسام السياسي الذي أعقب سقوط النظام القذافي امتد لكل مفاصل الدولة. القضاء ورغم بعض الاستثناءات ظل صامداً نسبياً رغم سطوة السلاح. أبرز الأمثلة على نجاح السلطة القضائية في الحفاظ على وحدتها هو نجاح انتخاب المجلس الأعلى للقضاء في يوليو 2019 في مناخ يسوده الاستقطاب الحاد والانقسام السياسي، إجراء لا يبدو سهلاً لارتباط القضاء بأجهزة ومؤسسات الدولة التنفيذية المنقسمة أصلاً. لكن المواجهة السياسية والعسكرية بين الفرقاء الليبيين انعكست بوضوح على المؤسسات القضائية، ففي عام 2014 أصدرت الدائرة الدستورية في المحكمة العليا بطرابلس قراراً بحل المؤتمر الوطني العام تحت تهديد الميليشيات المسلحة الرافضة لنتائج الانتخابات. المنحنى الثاني تمثل برفض المجلس الأعلى للقضاء إخضاع منصبي رئيس المحكمة العليا والنائب العام في معادلة محاصصة المناصب ضمن محادثات بوزنيقة المتعلقة بالمناصب السيادية. لكن المعركة الأهم التي يخوضها القضاء الآن ليثبت استقلاليته وعدم تبعيته سياسياً لأي طرف هي معركة الطعون في الانتخابات الرئاسية، لا سيما بعد التعديلات المالية الأخيرة التي أقرها رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة لمجلس القضاء، إضافة لتفسيرات دستورية لقوانين الانتخابات والأحكام السابقة التي من الممكن أن تقصي مرشحين وازنين. جانب آخر سيشكل تحدياً كبيراً للقضاء الليبي يكمن في التعامل مع قضايا المصالحة الوطنية، كونه يشكل مرجعية الفصل في توجيه التهم والمحاسبة على التجاوزات التي امتدت من حكم القذافي وسنوات المواجهة العشر التي شهدت أيضاً انتهاكات جسيمة.